بيتجوز ويطلق ويطلق ويتجوز وسلسال ما بيتهيش. تحس ان موضوع الجواز عنده كأنه رايح الجيم، رايح مطعم ياكل. حقيقي انا بقيت قرفانة منه. جوزي راجل مزواج. طيب هو الراجل جواز حلو يا جماعة، جواز حلو هو فاهمه، هو فاهمه بشكل مصر يجرب كل حاجة ده. يعني جواز كويس وكل حاجة، بس هو البيبي جوز ويطلق. يعني ايه؟ يعني انا بقول دايما انا مش ضد ان الراجل اللي عايز يعدد وعنده كل المكونات انه يعدد يعدد، ولكن بالظبط. انما ده واحد رايح يتذوق النساء ويرجع يتجوز ونطلق حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ على فكرة اللي هو بيعمله ده محتاج يتراجع في النية، لان انا لو نيتي ان انا اقضي مع دي شوية ويا صابت يا خابت خلاص، فكده في نية محتاجة فقيه يسأل فيها. انما فكرة دي الجزء الخاص بالحلال والحرام. انا فكرة التنقل الكتير ده، فكرة ان انا هي الجواز اساسه السكن والمودة والرحمة. ما هي ام العيال بقى سكن ومودة ايوه، ورحمة. هي مخلي بقى طنط هنا وهو عمال بيتجوز ويطلق، بيبحث عن المجهول او يبحث عن السعادة الزائفة، او زي ما اي مين نمو. قال لك ان هي سعادة زائفة؟ سعادة زائفة لانها اي حاجة انت بتروح لها مش بنية ان دي استقرار وان انا اكمل معاه الاخر، فهي دي حاجة مؤقتة. زي بالظبط انا طالع رحلة، فحضرتك لما تروح رحلة بتنزل في فندق، انت مش ناوي تبص للفندق ان انا محتاجة اغير السرير وما اغير الكنبة واظبط واعيش فيه. لأ، ده انا قاعد يومين يتقضوا زي ما يتقضوا وامشي. فانا اصلا اخترت الفندق بناء على ان انا هقعد فيه يومين يعني. فهي نفس الفكرة، ان بتجوز ويطلق بتجوز ويطلق، ده لازم تجيبيه كده وتقعدي معاه. حضرتك ده طبع مهبب مش عارف تتخلص منه ولا لا؟ والله انا ما بيبقاش نيتي، لان البعض بيقول لك انا والله مش نيتي، ما بيبقاش ناوي ان انا اطلق، بس هو الفكرة ان انا ناقصني شوية حاجات في ام العيال، فانا بدور على الحاجات دي. فالبيبي يدور عليها، بيدور عليها مع فلانة وعلانة وتبتين، بس ما بيلاقيهاش بقى، فبيطلق. ما بلاقيهاش بطلق. فده مش، ما ينفعش. استعادة يا جماعة في الجنة وفي الآخرة، وما فيش حياة كاملة اللي هي 24 قراط احنا اخدينهم، ولكن كل حاجة احنا بنكمل بعض فيها. بس حضرتك حقيقة عايز البرفكت في كل حاجة، ده في خلل عندك في جزئية اسمها عدم الرضا، ان انا مش راضي، انا عايز الليفل الاعلى. ما فيش في الحياة نهاية لأي ليفل، يعني ما فيش حاجة نقول التوب ده لو هنوصل له في الفلوس يبقى كده أنا مرضي، التوب ده لو وصلت له مع زوجتي يبقى تمام، الراجل زوجي لو بقى كذا أنا كده مرضي. لأ، لأن الحاجات دي ما لا نهاية. سبحان الله، البني آدم عينه فارغة دايما، وهل من مزيد هو شعاره. ففكرة إن أنا طول ما أنا أدور إن أنا لأ في خلل، ما ينفعش إن أنا أقول لها أنا استنشي واسبي خد معاركه، ما دام في الآخر بيجي لك. انا فقد معاه احساس الامان، ودي نقطه مهمه جدا. امان، هو ثقه، معاها احترام. احساس المراه او الانوثه. لا، ما طب حضرتك لما دورت وجربت دي طلقتها ليه ورجعت جربت غيرها وطلقتها؟ حضرتك بتدور على ايه؟